بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في تكملة لسلسلة دروس تجميعات القدرات من عام 1440 مع هذا السؤال الهام، بيقول إذا كان س ناقص ص يساوي 4 وس ضرب ص بيساوي 18 أوجد قيمة س تربيع زائد ص تربيع. دايما نقول هذه متطابقة مهمة، متطابقة أساسية. إذا طلب مني س ص إذا كانت موجودة أو مطلوبة في السؤال، فعندي هذه المتطابقة الطويلة المهمة اللي هي اسمها س ناقص ص الكل تربيع، لما اجي افكها بتساوي س تربيع ناقص 2 س ص زائد ص تربيع. وابدا ان انا اعوض يلا عن المعطى الموجود عندي، فبقول هنا س ناقص ص بتساوي 4، يبقى تربيعها كام؟ تربيعها 16، كلام صحيح. وس تربيع وص تربيع خليها لانها مطلوبه، س تربيع زائد ص تربيع اللي هي هذه والحد الاخير اللي هو هذا. طب وس ص معطينا هنا س ضرب ص بيساوي 18، يبقى ناقص 2 في 18. ابدا ابسط، يبقى اقول هنا 16 هيساوي س تربيع زائد ص تربيع ناقص ال 2 في 18 ب 36. اخد هنا الان ال 36 هذه بالسالب او الضرب الطرف الثاني باشاره مخالفه مع ال 16 تروح بالموجب، يعني اذا س تربيع زائد ص تربيع هتساوي هنا ال 16 ومعاها موجب 36، يعني يعطينا 52، واختار جيم.